واديني لقيت نفسي قاعدة بين سطرين، الأول بيقول لي انتي مين ورايحة فين، والتاني سايبني وحطتني بين قوسين وأنا طايرة ومش طايلة ولا واحد من الاتنين، سطر تحت وسطر فوق الدنيا ضلمة ومفيش طول، عمال أحاول أخرج نفسي قطعت نفسي ودمي محروق، غمض 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 عينك مليون حاجز بيني وبينك، دو 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 خبط دو ما دو 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 خبط دو بدل النقطة نقطتين، سطر تحت وسطر فوق وسطر تاني على الجنبين، قرب 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 فينك مليون خطوة بيني وبينك، دو 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 خبطو، الشمس غايبة والدنيا سايبة والغيامة في كل مكان، بردانة ونار هايدة ولا حد حاسس بالأمان، قرب 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 فينك مليون حاجز بيني وبينك، دو 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 خبط دو ما دو 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 خبط دو كان يا مكان دق دق على البيبان، دق دق اسهر وبان، دق دق على البيبان، دق دق اسهر وبان، ما دو 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 خبط ما دو 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 خبط. حلو قوي. زي ما انتوا شفتوا كده الفنانة الجميلة نادية شنب هتمتعنا النهاردة بأغانيها المختلفة، وأحلى حاجة فيها إن هي بتمزج ما بين الموسيقى الشرقي والموسيقى الغربي، وكمان نورنا في الاستوديو مع نادية شنب العازف أندرو عشان هما الاتنين بقى يمتعونا بالأغاني الحلوة. منورنا. ميرسي. إيه الأخبار؟ عاملين إيه؟ بردانين. وأنا كمان عادي، بس إحنا اتعودنا خلاص. إحنا إن شاء الله لما نبدأ كده الموضوع هيفك خالص. طيب نادية، يعني مبدئيا كده أنت مش بس بتغني، لا انت كمان ما شاء الله ملحنه وبتالفي كمان الاغاني اللي انت بتغنيها، احكي لنا كده البدايه كانت بدات بايه؟ بالتلحين ولا بالغنى ولا بالكتابه ومن امتى؟ انا بغني من وانا في المدرسه، كنت في كورال في كذا من سن صغير، من مثلا وانا عندي 10 سنين. حلو. دايما كنت في المسرحيات بتاعت المدرسه، وجزء كبير من حياتي كان هو المزيكا، فهو الغنى هو اللي ابتدى الاول. كان في فتره صغيره كنت بروح حتى الاوبرا مع مايسترو سليم سحاب، بس كانت فتره صغيره قوي. حلو. في الكورال هناك، بس يعني ابتديت انمي الغنى الاول، وبعدين الكتابه جت معاها والتلحين جه معاها. حاساهم جم مؤخرا؟ مش مؤخرا قوي، جت مثلا وانا عندي 14 15 سنه، قبل كده كان حاجات يعني بلعب. أوكي. انا ما بيني وما بين نفسي، بس كنت وانا في الثانويه كنت درست مزيكا. كنت انا اي جي، فكان عندنا متاح انك تدرسي مزيكا ك يعني سبجكت من ضمن الحاجات اللي بتدرسيها وبتمتحنيها. فكان من ضمنها ان لازم الف
والحن وأأدي كمان، فكان يعني نميتها في الوقت ده. حلو جدا. الاغنيه اللي احنا سمعناها دي كانت دي برضو من تلحينك وكتابتك؟ ايوه. حلوه قوي. طب ايه اول اغنيه لحنتيها وكتبتيها؟ في كتير ما شافش الشمس، يعني اللي هو كأغاني بتقعد في الدرج، بس من الألبوم اللي هو المحروسة الأولاني بتاعي أظن أغنية اسمها Just So Tired، هي كانت أول واحدة ألفها في الألبوم ده. أنت ألفتي أغاني إنجليش وأغاني عربي بالظبط، والألبوم بتاعك بيبقى شامل الاثنين، الأغاني الإنجليش والعربي مع بعض بالظبط. الألبوم الأولاني كان كده، كان بيمزج ما بين العربي والإنجليزي ساعات في نفس الأغنية، او يعني هو كان الالبوم كله مزيج ما بين اللغتين. ابتديت وانا هناك في ليفربول، كنت مصر وحشاني، فابتديت اكتب بالعربي، بس قبل كده ما كنتش بكتب خالص بالعربي. وانا عايشه هنا في القاهره زمان، ما كنتش بكتب بالعربي خالص. اوكي. انت سافرتي بره تدرسي مزيكا؟ صحيح. اوكي. طب اجواء البيت، يعني عاده بيبقى عندنا فضول شويه في الحته دي، اللي هو اجواء البيت بقى كده وانا هدرس مزيكا، اللي هو ناس ممكن بعض الناس اللي هو تبقى شايفه ان هي بتعطل، هي مش شغلانه يعني، وما بين فكره ان انا مسافره، يعني انا سايبه البلد اللي انا عايشه فيها وسايبه اهلي ومسافره لوحدي. فاحكي لي كده، كان اخبار البيت ايه؟ بيشجعوا ولا كان في الاثنين؟ يعني في بالانس كده، توازن ظريف ما بين الاثنين. انا يعني هم كانوا عارفين ان انا بحب المزيكا، وان ده يعني حياتي كلها كانت هي بتدور حوالين المزيكا. لما جيت عايزه ادرس مزيكا، بس مش عايزه ادرس في الكونسرفاتوار، ما كنتش عايزه ادرس حاجه كلاسيكيه، كنت عايزه ادرس حاجه ممكن تقولي عليها شعبيه او بوب اكتر، او تجاريه اكتر. فلقيت الجامعه دي في ليفربول، وكان وقتها ده مش متاح بالنسبه لي ان انا اسافر. فقعدت كذا سنه اراسلهم واعرف منهم هم محتاجين ايه، وادرس زياده عشان كانوا محتاجين يعني درجه معينه من الفهم في قرايه النوته وكده، فده ما كانش عندي. فقعدت ادرس لها احضري له احضر له بالظبط، وسافرت عشان اعمل زي تجربه كده، ان يعني ان هم يجربوني ويشوفوا احنا يعني هنفع ولا لا. و الحمد لله الحمد لله. من ناحيه العائليه كان في اللي بيقول لي طب لا ما تخليها دي هوايه وخليها على جنب، ادرسي حاجه تاكل عيش. ايوه بالظبط، شغلانه يعني. كانوا عايزينك تدرسي ايه؟ ما كانش فارق معاهم، بس انا كنت في الجامعه الامريكيه لمده يعني سنتين، كنت بدرس علم اجتماع وماتس او يعني رياضه. ملهاش علاقه خالص. ملهاش دعوه خالص. فبعدين قلبنا على المزيكا. اوكي. حلو جدا. طيب نادي، احنا لسه هنكمل معاك انت واندرو، بس هنروح نشوف كليب وبعدين نرجع نكمل كلام. يلا بينا. يعني اغنيه حلوه قوي، حبيت اقول لك، لان هي انا كنت لسه بقول لك واحنا بنسمعها، هي الاغنيه شرقي قوي او الحانها شرقي قوي، لكن صوتك غربي شويه مش الشرقي، فده ميكس حلو قوي انت قصده تعمليه في الاغاني بتاعتك او في الميني البوم بتاعك اللي انت عملتيه. كنت قصده ان انا اخلي المزيكا بتاعتي تبقى مايله للشرقي اكتر. انا زي ما قلت قبل كده ان انا كنت دايما بكتب بالانجليزي، ومتاثره بالمزيكا الغربي اكتر طول مثلا طفولتي وفي البيت وكده، هو ده اللي احنا كنت دايما بسمعه. فطبيعي ان ده يبقى التاثير اللي هو بي بي يعني بي بيوصل في المزيكا اللي انا بكتبها. بالالبوم ده او الميني البوم ده قررت اني عايزه اقرب الصوت للصوت المصري، مش بس شرقي، يبقى يعني اللي احنا متعودين عليه في مصر. وحاولت امزج ما بين عناصر بسيطه افريقيه في الميني البوم ده، ففي اغاني متاثره بحاجات سودانيه، بحاجات من مالي، بحاجات من المغرب، كده يعني مجمعة كل حاجة في ألبوم واحد. انا بحب امزج ما بين الثقافات المختلفة كطريقة ان احنا نقرب الشعوب والناس لبعض من خلال المزيكا. عشان كده كنت بقول لك واحنا يعني واحنا بنسمع الكليب ان انت اكتر حالة، يعني مش بس صوت حلو ولكن هي حالة اكتر بكاركتر مختلف يعني. طيب اندرو، احكي لي كده، انت بقالك قد ايه تعرف نادية؟ بقالك قد ايه بتعزف معاه؟ يعني مش بقالنا كتير خالص، عامة 20 سنة مثلا، شهرين بس. حسيت انه في لا يعني في كيمياء وفاهمين بعض اكتر من شهرين، يعني ان انتوا بقالكم كتير مع بعض يعني. بس لا هما فعليا شهرين. حلو. احنا بنحضر لحفلة كانت الشهر اللي فات، فتقابلنا وقت تحضير الحفلة. طب طبعا يعني. ايه رأيك؟ اوكي. هنعمل يوم ورا يوم؟ يوم ورا يوم. برضه مش دي يا جماعة. مش دي. هنفاجئكم دلوقتي واحدة تانية.
ماشية خطوة خطوة وأنا بصة لقدام، ماشية خطوة خطوة وخلص الكلام، وإيديا مربوطين في ظهري من ورا، ماشية خطوة خطوة وأنا بصة لقدام. يوم ورا يوم نرفع راسنا للسما، بننور على الإجابات، يا رب خفف من علينا الأسى، يا رب نسينا اللي فات. نرفع الأذان وندق الأقراص، والدموع مالية عيون الناس، شبابيك من الحزن بتتقفل، ولا له نهاية ولا ينفع السماء، بالنور على الإجابات، يا رب خفف من علينا الأسى، يا رب نسينا اللي فات. يوم ورا يوم نرفع راسنا للسماء، بالنور على الإجابات، من علينا الأسى، يا رب نسينا اللي فات. حلوة قوي 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 قوي. طب كلمينا بقى، عايزين نرجع ل 2012، أول ألبوم عملتيه كان باسم المحروسة. كلمينا، حضرتي في كام أغنية، وأنت كتبتي كام أغنية، وألفتي أو لحنتي كام أغنية كمان؟ ألبوم المحروسة كان ابتدى إن هو مشروع التخرج بتاعي. فكان مفروض إن أنا أقدم مشروع 40 دقيقة، يعني هما ده التوصيف بتاعهم بتاع الألبوم إن هو 40 دقيقة، فلازم شوفي بقى هي هتبقى كام أغنية، بس المهمة تبقى في حدود ال 40 دقيقة. فحضرت ده، يعني قدمته كالامتحان بتاعي، بس ما كانش فيه كل حاجة لحقنا ان احنا نسجلها في استوديو، فاضطريت اخد تسجيلات من حفلة لايف واقدمها، كان هو عشان هو هيمتحنوني على كتابة الاغنية والتلحين مش كالصوت. بعد كده سجلنا الالبوم كله وانا كنت لسه في ليفربول، يعني كان معايا يعني مزيك، يعني بتوع مزيكا مختلفين من بلاد مختلفه، وهم اللي دخلوا معايا الاستوديو هناك وعملنا الالبوم، وكان جاهز في 2010. فقعدنا بس سنتين عشان نعرف نجيب كل التصاريح اللي المفروض نجيبها عشان نعرف ننزله في السوق المصري. عملتي كام اغنيه فيه؟ كان الاول نزل ب10 اغاني، بعدين في 2019 زي يعني عملنا له ري انوفيشن مثلا، ري ريليس، نزلناه تاني بس دخلنا فيه 3 اغاني ما كانوش فيه في الاول. فهو المحروسه اللي موجود على اونلاين بيبقى حاليا موجود فيه 13 اغنيه. حلو قوي. حسيتي ازاي اصلا انه دراستك بره فرقت عن هنا؟ يعني انت بتقولي انا ما كنتيش حابه قوي ان انت تدرسي المزيكا الكلاسيك او العاديه، بره ضاف لك ايه او فادك في ايه؟ أول حاجة هي أنك تقابلي ناس مختلفة من خلفيات مختلفة وبلاد مختلفة وتعليم أو اتجاهات مختلفة في المزيكا، فتقدري تتأثري بيهم وتشتغلي معاهم على مشاريع كتيرة. فده فادني ان هو كل الناس اللي هناك رايحه عشان تدرس مزيكا، وده هدفها في الحياه ان هم يطوروا من نفسهم. فبتروحي هناك اصلا بتحسي ان انت ولا حاجه، اللي هو هنا كنت ممكن يكون صوتك حلو فانت معروفه في وسط اصحابك ان انت بتاعت المزيكا واللي صوتك حلو، تروحي هناك ليه؟ ايه ده؟ انا في حاجات بتتخضي منها كتير، وحاجات انت تحسي ان انت قليله، ما تعلمتيش كل حاجه بالظبط، فبتتعلمي منهم وبتت بيبقى فيه كده زي اكسبوجر مختلف للمزيكا اللي الناس تانية بتسمعها. فتقدري
تطوري من نفسك. وبعدين كمان في الجزء بقى بتاع الدراسة نفسه بيعلموكي علم اجتماع بتاع المزيكا، التاريخ بتاع الساحة يعني بتاعت المزيكا كلها، بيعلمك ازاي تطوري من نفسك كبراند حتى انت يعني في الاخر دي مزيكتك بس كفن، وكمان هتعرفي تروجي لها ازاي في السوق وتتعاملي مع الناس ازاي، محتاجه شركه انتاج ولا لا، ممكن انت تكوني تنتجي لروحك، توزعي لروحك، بيديكي زي كل التولز المختلفه اللي انت تعرفي تعملي لروحك كيان وان تتعرفي توصلي المزيكا بتاعتك للمكان اللي انت عايزاه. حلو جدا. طيب ناديه، انت كمان زي ما درستي بره عملتي اكيد حفلات بره في بريطانيا ودول اوروبيه، احكي لي عن الفرق ما بين حفلات مصر والجمهور بتاع مصر وحفلات بره، ايه المختلف اللي فيها؟ الفرق ممكن بيبقى في الاماكن، الاماكن المتاحه ان انت تعزفي فيها او تلعبي فيها. احنا للاسف عندنا الاماكن محدوده والامكانيات بتاعت الاماكن برضو محدوده، ففي ده في برضو الجمهور بيختلف شويه او حسب المكان، بيبقى في ناس متعوده ان هي بتقدر تروح اماكن كتيره حتى لو هم مش رايحين عشان يعني يسمعوا مزيكا، هو متعودين بيبقى فيه مزيكا خلفيه لايف مش بس شريط او سي دي او بلاي ليست محطوطه في الخلفيه. فبيبقى عندك اماكن صغيره وكبيره، يعني حاجه ممكن تاخد 20 نفر لحاجه تاخد الوفات، من يعني في اوبشنز مختلفه ان انت تلعبي فين. وده بيطور في الواحد يعني كفنان ان هو يعرف يتعامل مع الكاباسيتيز المختلفه وجمهور مختلف، اكيد جاي مخصوص عشان يسمعك وشاري تذكره عشان يسمعك، او رايح عشان يتبسط وخارج يوم سهره وانت موجوده برضو بتعزفي يعني. حلو قوي. انت برضو دلوقتي المفروض ان انت بتحضري الالبوم الثالث، ايه بقى؟ ايه برضو بقى انت اللي مالفاه وملحناه اكيد كله؟ بالظبط. انت مش محتاجه حد تاني، حاسه اني كمان شويه هتاخدي مكان اندرو يعني، انا بعرف العب بس ما بفضل اندرو، دي حتته انا، مش هتعدى على الموضوع. خاف على دورك. لا، الالبوم الجديد المفروض انه هو لسه في يعني مرحله التحضير. انا عايزه امزج اكتر ما بين المزيكا المصري والافريقي، الافريقيه بالظبط. فكنت بسافر شويه قبل الكورونا، يعني كان في بلانز كتير قوي بس الكورونا غيرت كل حاجه، بس قبلها سافرت كينيا ونيجيريا وغانا، وكان في بقى بلانز نروح اثيوبيا وحتت تانية، بس ان انا اعرف اتاثر اكتر بثقافات هناك. حلو. وان انا اعمل زي ريسيرش اكتر في الساحة هناك شكلها ايه، والجمهور هناك عامل ازاي، وافهم اكتر عن الحاجات الشعبية بتاعتهم عشان اعرف امزجها في المزيكا بتاعتي. فالمفروض ان هو هيبقى فيها زي تعاون ما بين يعني انا وفنانين مختلفين من الدول الافريقية دي، سواء غانا او نيجيريا او مالي. طيب انت كمان اتكلمتي عن الاغنية السوداني اللي عملتيها اسمها بالسلامة، بالظبط. ايه الفكره؟ ولما جيتي تحضري للاغنيه يعني اكيد درستي بقى الثقافه السوداني، اللهجه السوداني، المزيكا بتاعتهم، خد منك وقت قد ايه؟ هو بصراحه ما كانش في دراسه بعمق في الاغنيه دي، هي طلعت كده بس هي متاثره بالمزيكا السوداني وبالمزيكا من مالي، يعني كان فيها واحنا بنسجلها كنت متاثره قوي بكذا فرقه من مالي او من اصول من مالي بتشتغل بالجيتار الالكتريك. ففي يعني جمل معينه بتبقى يعني موجوده في المزيكا بتاعتهم بشكل اساسي. فهي كانت يعني في تاثير عليا وانا بكتب الاغنيه دي. كمان اتكتبت كنت لسه راجعه من الجابون، كنت هناك من الجابون كنت هناك. بتحبي افريقيا؟ بحب افريقيا. انا يعني عايشه في بيت من واحنا صغيرين، عندنا اوضه افريقيه فيها حاجات كتيره من افريقيا، وكان جدي له دعوه بشؤون افريقيه، فانا متاثره بده قوي. طب ايه رايك نسمع؟ نسمع. انا حابه اسمع بالسلامه قوي. اوكي، هي دي. احنا نسمعها. بالسلامة
بالسلامة يا حبيبي بالسلامة 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 يا حبيبي بالسلامة. بنلف وندور يابا في طبق بالنور يابا والطابق مسطور ودي كل الحكاية خد أمي معاك يابا وأخويا وياك يابا ما بيسمعوا لسواك فهمهم ايه الرواية. بنلف وندور يابا في طبق بالنور يابا والطابق مسطور ودي كل الحكاية خد أمي معاك يابا وأخويا وياك ما بيسمع لسواك فهمهم ايه الرواية. بالسلامة 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 يا حبيبي بالسلامة 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 يا حبيبي بالسلامة. شلته فوق راسي يابا وهو اللي ناسي ولا رعى إحساسي في الليالي الطويلة قلبه غدار يابا قد قلبي نار هو اللي اختار يختفي في يوم وليلة. شلته فوق راسي يابا وهو اللي ناسي ولا رعى إحساسي في الليالي الطويلة قلبه غدار يابا قد قلبي نار يابا هو اللي اختار يختفي في يوم وليلة. بالسلامة 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 يا حبيبي بالسلامة 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 يا حبيبي بالسلامة بالسلامة. أغنية حلوة أوي. أي حد بالسلامة. حلوة جدا. أه حلوة أوي. نادية بتحبي تسمعي لمين؟ أو بتحبي تغني لمين؟ قبل ما كنتي بتكتبي لنفسك. قبل ما اكون بكتب لنفسي كنت زي ما قلت لكم بسمع غربي كتير فمتاثره قوي بده. حاليا انا بسمع مزيكا افريقيه كتير بسمع فيلا كوتي ده من نيجيريا ده يعني حاجه جباره. بسمع حاجات من كينيا ومن من غانا كتير ده اللي حاليا يعني في البيت هو ده اللي انا بسمعه دلوقتي. يعني انا مكسوفه اسالك لو بتحبي اغاني المهرجانات او ايه رايك فيها ان انت بتسمعي لا اغاني افريقيه بتحبي المهرجانات الجديده والحاجات اللي كل شويه تطلع ومزيكا مختلفه. انا في اعتقادي ان دي يعني انعكاس عن الحاله اللي احنا عايشينها دلوقتي ده صوتنا دلوقتي ده صوت الشارع المصري. فانا بحب المهرجانات وبسمعها ممكن مش متابعاها بطريقه يعني سيستماتيك بس انا يعني بتبسط من المزيكا وانا شايفه ان ده فن. يعني الفن مش ان انت تكوني متايده بقيود ان انت تكوني ماشيه على خطوات معينه او فورمولا معين ده هو حاجه اوثنتيك يعني اكتر حاجه طالعه من البلد مش مصنوعه. صحيح اكشلي يعني كان لما في الماجستير بتاعي انا كتبت على المهرجانات. طب انت ممكن تغني مهرجانات يعني ممكن تعملي مزيكا كده ليها علاقه باغاني المهرجانات شويه صوتك كلهم بتاعك بس ما عنديش مانع. ليه لا زي ما حد بيعمل ممكن يعمل اغنيه جاز مره ويعمل اغنيه بوب ويعمل اغنيه روك ممكن واحد يعمل اغنيه مهرجانات ليه لا ده لون من المزيكا الواحد مش بيستبعده عشان ممكن انت مش عاجباكي مفيش مشكله يعني لا ممكن يعني المزيكا دي حسب انت وذوقك وانت بتحبي ايه واللي حلو في المزيكا ان حسب مودك انت هتلاقي حاجه ممكن صح. يوم عايزه تسمعي مهرجانات يوم عايزه تسمعي حاجه كلاسيك يوم عايزه تسمعي ام كلثوم انت حره وده مش معنى ان انت بتحبي ده يبقى ان انت ما تحبيش ده. مظبوط صح. طب بتحبي تسمعي مين في العربي؟ مين في العربي؟ انا بسمع حاجات كتيره اللي هي بيسموها المزيكا المستقله فبحب اسمع كان في مشروع اسمه الاخفه بتاع مريم صالح وتامر ابو غزاله وموريسوك انا بحب اسمع ده. بسمع سعاد ماسي دي جميله طبعا سعاد ماسي حاجه يعني في حاجات مختلفه حسب بقى المزاج. طب الاغاني بقى اللي هي اللي احنا بنسمعها العاطفيه بتحبي تسمعي مين؟ انا عارفه في ناس كتير هيزعلوا مني بس انا كنت انا بحب اسمع عمرو دياب القديم فمش مش وعلى فكره اغلب محبين عمرو دياب بيحبوا القديم اكتر يعني اكتر من الجديد مش ماليش في جديد قوي وعندي اصحابي اللي هو كل ما بنتقابل طب اسمعي دي طب خناقات عليها بس انا بحب القديم بحب حاجات لراغب علامه
طبعا. فبحس ان في المزيكا فيها تطور وفيها عمق اكتر شويه من حاجه ثانيه. طب هل غنيتي قبل كده كفرز لحد ولا بس يعني بتغني الاغاني الخاصه بيكي انت؟ كنت بغني كفرز قبل كده، بقالي كتير ما عملتش الموضوع ده، بس يعني بنحاول ان احنا ممكن نبتدي ندخل شويه كفرز في يعني في الحفلات، الحفلات او حتى اونلاين كده. فلسه بقالي كتير ما عملتوش بس بحاول ارجع له. احنا يعني اتبسطنا جدا باغانيكي فعلا، اغاني مختلفه فعلا، والشباب ليهم حق ان هم يتابعوكي ويحبوكي، لان انت بتمزجي ما بين الموسيقى الشرقي والغربي بصوتك وبالمزيكا بتاعتك وكمان بثقافتك الواسعه سواء في الدول الافريقيه او الشرقيه او الاجنبيه كمان. نورتينا، نورتينا يا اندرو. احنا هنختم معاكي باغنيه بقى، بس طبعا بعد الفاصل. عيش صح، خليكم معانا، اتفضلي. يعني اللي يجي في بالك قوليه ده. اوكي، ممكن اغني لكم حاجه اكابيلا من غير الاستاذ اندرو. شو قلت لك؟ لا، هنغني حته صغيره كده، هي ما كنتش محضراها، بس هي اغنيه الرابعه اللي في الميني البوم اللي هي ما اتغنتش، اسمها السكه طويله. اوكي. يا حنة يا حنة، يلا احكي لنا عن بينا وبين الهوى، احكي عالشوق والمشتاق واللي ده عذاب الهوى. السكة طويلة وانا ماشية لوحدي فيها، ماشية فيها لوحدي. السكة طويلة وانا ماشية لوحدي فيها، ماشية فيها لوحدي. يا حنة يا حنة، انقوش لنا عاللي حلمنا بيه وراح، احكي عالشوق والمشتاق واللي ده عذاب الهوى. السكة طويلة وانا ماشية لوحدي فيها، ماشية فيها لوحدي. السكة طويلة وانا ماشية لوحدي فيها، ماشية فيها لوحدي.